السلام عليكم دكتورة إسراء من برايم بايت. بس حبيت أوضح بعض النقاط عن تجربة أحمد معنا. أحمد بلش تقريبا معي يمكن من 4 شهور، كانت أكبر مشكلة الوزن لزيادة. كانت تارجت أن أنزل وزن دون ترهل، بدون أن ما يكون عندي فقد في البروتين أو العضل، بس تكون عندي فقد في الدهون أكثر شيء. شاكرا أحمد كان يسمع النصايح وكان يعني مجتهد بطريقة جدا ممتعة، وحتى التغييرات اللي كنت أسويها كان يتقبلها وكان يقدر أنه هو يتماشى معاها وتصير تمام. أتوقع في بعض الأحيان ما كان يحس أنه في تغييرات أو شيء، بس يعني الحمد لله تمام. وصلنا نتيجة مرضية اللي هو خلاص إحنا وصلنا وزن مثالي، وصلنا حق أن عندي نسبة دهون معينة خلاص اللي هي طبيعية. ممكن ندش بعدها المرحلة الجاية اللي هي البيلدينج. أنا أشوف قربت الوزن المثالي، يعني تسوي لي تركات أنا ما أدري عنها. يعني أنا الصندوق يوصل إلى البيت أكل، بس إيه وأنا يعني ما أدري بالأكل إيه مسوي تركة. أنا شنو بحيث إنه يقل الأكل ووزني ينزل زيادة. فهي تالي تقول لي يعني مفاجآت آخر الشهر، تقول لي وقت وقت الفحص تقول لي إنه ترى أنا سويت لك تركة، أنا شلت الوجبة الثانية حطيت لك الوجبة الثانية قللت منها، حيث إن شنو نستفيد من البروتين وناخذ ننزل دهون، إيه كذي ننزل فات وننزل كذي ونستفيد من البروتين.